السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شباب. يلا النهاردة هناخد قصة. احنا وصلنا لغاية الفصل الكام؟ ظهر مرة الفصل الثاني. يلا بينا ندخل تاني تالت. الزكاس نعم، ولا ازي حضرتك يا ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه يا سليم؟ كويس الحمد لله. يلا يا باشمهندس افتح معايا الفصل الثالث قصة. نسأل بقى نشوف الناس مراجعة. نعم حبيبي. طيب نسأل مثلا مين؟ نسأل مين؟ نسأل أحمد. أين أحمد؟ أحمد ما دخلش. طيب نسأل، لا أحمد دخل، أحمد دخل لا مزبط. قل لي إيه الخطر اللي تعرض له شجرة الدر ونجم الدين الحصة اللي فاتت أو في الفصل اللي فات؟ الفصل اللي فات حصرهم بدر. ماشي، أول حاجة انقلب عليهم الخوارزمية وطاردوهم إلى أن ذهبوا إلى سنجار واحتموا في القلعة، ولكنهم رأوا أنهم محاصرون بجنود بدر اللؤلؤ الدين الذي هو كان وليا على موصل. الموصل. تمام، ممتاز. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده يا باشمهندس احمد؟ النهارده رائع. بس نعم حبيبي. هو اسمه بدر الدين اللؤلؤ ولا بدر لؤلؤ الدين؟ لا بدر الدين. بدر الدين اللؤلؤ. ماشي ماشي. اللي دخل معايا حبيبه موجوده؟ حبيبه ايوه يا مس موجود. عبد الله. عبد الله ما دخلش. عائشة دخلت. إسلام دخل. أحمد دخل. يوسف دخل. تمام. عندي نورة. في نورة ما دخلتش. عندي بعد نورة سيف. فين سيف؟ ما فيش حد اسمه سيف صح؟ هو معانا واحد بس بقاله فترة بيخش ويطلع كده. محمد. محمد دخل. وجايدة. فين جايدة؟ دخل. جايدة دخل. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ثانية نفتح الكتاب قدامكم. طيب حد عنده سؤال على أي حاجة قديمة خدناها يا شباب؟ تمام، حلو الكلام. طيب بيبدأ الفصل، بيبدأ من آخر حدث حصل، إن هو نجم الدين قدر بمساعدة شجرة الدر إن هو يقضي على الحصار ويفك حصار نفسه، حصار إيه؟ ابنه. طيب فبعد كده هنبدأ نفكر نسأل نفسنا إيه بعد ما حقق بدر نجم الدين الانتصار ده، إيه اللي هيفكر فيه؟ يلا نشوف شو بدأ. طبعا اللي هيقرا هيلخص لي، هيقرا وهيقول لي هو فهم ايه. تمام، فيركز. يلا جوجو. لا حبيبه، حبيبه الاول، حبيبه الاول حبيبتي. اقري الفقره الاولى. بعد أن تحقق لنجم الدين الانتصار على بدر الدين لؤلؤ وعلى غياث الدين رومي، وتم إنقاذ ابن تورانشاه من حصار، انتقل إلى حصن كيفة على حدود التركستان، وشرع في ترتيب أمره وتدبر أفضل الطرق للوصول إلى عرش مصر. يبقى احنا الاحداث بتاعتي هتبدا ان هو في ايه؟ في كيفه. كيفه دي في البلد. إن هو في كيفة.
على على حدود حدود بلد تاني يعني في اخر العراق خالص ناحيه الايه الغرب. الشيء اللي كان بيفكر فيه كان عرش مصر، ويبدا يفكر ازاي يوصل لعرش مصر. طيب دلوقتي كان نجم الدين في الوقت ده كانت بتجيله الاخبار من مصر ازاي؟ تفتكروا هل نجم الدين هيبقى منقطع عن اخبار مصر، ولا طول الوقت هو بيتلمس الاخبار؟ اكيد يتلمس بالظبط. وأكيد كان بيجي له أخبار. فكان دايما في تاجر صديق لي اسمه ابو بكر القماش، ابو بكر القماش ده كان بينقل الاخبار. نجم الدين قلق عليه، ليه قلق عليه دلوقتي؟ يا عبد الله ما دخلش، عائشة هتقول لنا. عبد الله بيدخل دلوقتي، تمام، يلا شوفوا هتقرا عشان نعرف هو كان قلقان ليه. فكان قد مضى بعد وقت دون أن يعرف شيئا عن مصر، فلا رسالة أقبلت ولا مرء أتى، ولم يفد علي أحد من أنصاري الذين يقبلون علي من هناك ويطلعونه على دقائق يطلعونه يعني ايه؟ يطلعونه يعلمونه يعني ايه يعني؟ على دقائق الأمور. فقلق على أصحابه خوفا أن يكون مكروها قد أصابهم، وكانت قافلة قد وصلت بالأمس من مصر ولم يأتي إلي أحد منهم إلى الآن. يبقى قولي لي يا شوشو ايه اللي كان بيقلقه؟ إن صاحبه مش مبقاش يجي ولا يقوله أي معلومات أو أي أخبار عن مصر، وكمان كانت في قافلة جت امبارح ايوه اللي هو لما ممكن وعرفت اتاخرت القافله، لا ده القافله وصلت ما جالوش اي انباء. طيب طبعا هو هيتكلم مع شجره الدر اللي بيقلقه، فسبحان الله وهم بيتكلموا هيدخل الحاجب. طيب ثانيه، ايه اللي ظهر ده؟ ده ايه ده؟ ده. طيب حارا ولما اشتد الضيق بصدره وخرج الى الشرفة من شرفات الحصن منيع، وجعل يقلب بصره ناحية في كل ناحية، وشكت الدرة تتحدث جاهلة في تفريج كرب وإزالة هم. ويجي يقول لي ايه من الأسئلة اللي بتتكرر؟ شكت الدرة عاونت زوجها في كل فصل فيه سبب. طب هنا ايه ازاي تساعدته في ايه؟ انها كانت واقفة معاه في وقت القلق وبتحاول ايه تطمئن. طيب سبحان الله هم بيتكلموا بقى ايه هيطمن ليه اسلام حيقرا ويقول لنا. يلا صح. رقم 2 ثلاثة حبيبي، صل على رقم ثلاثة. صح صح معايا اثنين. بينما هو في قلق قلقه، إذا بحد الخدم يستأذن لأبو بكر القماشي أحد تجار القاهرة، فأسرع بالإذن له واستقباله بسرور بالغ. وبعد عرض أبو بكر بضاعته الجديدة، مد يديه إلى نجم الدين بقطع من الإزهار قائلا: طب الأول أرأيت كده يا قول لي ولد؟ إيه اللي حصل قبل ما نتكلم عن العملة، احكي لي إيه اللي حصل الأول وهو قاعد قلقان، إيه اللي حصل؟ مين اللي هيستأذن في الدخول؟ ايه ناس مين اللي هيستأذن في الدخول؟ ابوك القماش لو كان قلقان الحاجة هيقول له إن أبو بكر القماش بيستأذن الدخول، فهو يا سبحان الله هو قلقان عليه هيبدأ إيه يجيله على طول. طيب فأول حاجة إحنا هنتكلم عن في الفصل ده 3 حاجات هنتكلم عن، أول حاجة فيها العملة، تاني حاجة الأخبار في مصر. نبدأ أول حاجة كده بالعملة، إيه حوار العملة ده؟ اقرأ يلا كمل قرايتك وقول لنا إيه اللي حصل. واستقبله بصوت بالغ: أرأيت يا مولاي هذا الدينار الجديد؟ فتناوله نجم الدين من يده وقرأ نجم ما الدين عليه حبيبي اسمه من نجم الدين. إيه؟ نجم الدين مش نجم الدين، نجم الدين. نجم الدين من يده وقرأ ما عليه من كتابة، فبدأ في وجهه الامتعاض يعني غضب الشديد. امتعاض الشديد. ثم ناول شريف الضيف فقرأ أتوه ثم قال متعجبة: العادل سيف الدين ملك مصر والشام واليمن. ثم ردته إلى نجم الدين ولم تزد شيئا عما بدأ في وجهه من السخرية وابتسم فيه من ألم. تمام، ايه اللي حصل عرفته ولا اقوله لك انا؟ لا قول لي يلا احكي لنا. اللي هو معنى الكتاب اللي هو عليه إن العادل اللي هو سيف الدين اللي هو دلوقتي بقى ملك على مصر والشام واليمن. وبقى بيسك العملة باسمي، بيكتب العملة باسمي. تمام طب قول لي بقى كمل معايا.
ايه موقف او ايه شعور نجم الدين لما شاف العملة، وايه شعور شجرة الدر؟ شعره بايه؟ هو شعر بالغضب هي هو وشعر شجرة الدر بالسخرية والأدب. ممتاز، 10/10، برافو عليك يا باشمهندس. يلا معايا يا احمد. طيب نجم الدين هيسأله عن اخبار مصر، فهنتكلم عن اخبار مصر. ركزوا معايا في الحته دي يا شباب. اخبار مصر هتتلخص في 3 حاجة: اول حاجه حال الملك اللي هو الملك العادل، تاني حاجه حال الاتباع والامراء، واخر حاجه حال العامه. طبعا هو مش بنفس الترتيب اللي بالكتاب. هنبدأ بسم الله كده نتكلم، وهنا في الفقرة دي هيكلمني عن حال العامة الناس. هنا احنا هنعرف ان الملك العادل ده ملك فاسد، هيقضي وقته في ايه؟ في الاستيلاء على اموال الخزنة، وان هو يبددها على ايه؟ ملاذات. فتفتكروا الناس هتاخد موقف، هتتضايق من وجوده ولا هتبقى مبسوطة بوجوده؟ تفتكروا ايه اللي هيبقى رأي الناس او موقفه؟ هتصور عليها مش هتعمل ثورات بسبب انها متضايقة. تعالوا نشوف هتعمل ثورات ولا لا. يلا ايه احمد، ايه رحب. تمام. والتفت نجم الدين إلى أبي بكر وقال فيه اهتمام شديد: حدثنا عن مصر يا أبا بكر. جرت الأمور يا مولاي على النحو الذي يحبه العامة، فقد عاش أياما بين الذبائح التي تنحر في الميادين تنحر وتحت قلعة التي تنحر تنحر في تنحر يعني الميادين. النحر، يعني قطع من الرقبة، فالذبايح هي اللي بتنحر ولا حد بينحرها؟ حتى بينحرها يبقى تنحر ولا تنحر؟ تنحر تنحر. شاطر، يلا. تنحر في الميادين وتحت قلعة الجبل، وتوزع لحومها عليهم ابتهاجا بملك مصر الجديد، وماجت الشوارع بالألوف التي خرجت لتجاهد موكب العادل سيف الدين وعشقها إلى القلعة بين جنوده وأعوانه. ده احكي لي ايه موقف الناس بقى؟ موقف الناس يعني موقف عملوا الناس ثورة فعلا ولا لا ما عملوش ثورة؟ طب أنا لسه حطيتي قلت إنه بيطمع فين الطمع؟ ظهر لا، إن هو بيوزع انا بحكي لك ان ده هنقراه الفقرة الجاية. طب هو فعلا زي ما انت بتقول، انت بتقول لي ازاي يعني ده بيطمع، ده بيوزع ذبائح، مش ده رأيك؟ ولو بيطمع لسه أكيد هيعمل ثورات أصلا. لا مش شرط. طب يبقى انت شايف في الفقرة دي الناس كانت راضية عن وجوده ولا لا؟ كانت راضية. تمام بالظبط كده، وكانت ملهية في ايه؟ بالاحتفالات والموكب والزبائن. طيب يبقى يجي يقول لي ايه موقف الناس كانت بتقضي الوقت تحت في الاحتفالات والذبائح ومشاهدة الموكب، فكانت منشغلة عن كل شيء بيحصل. طب هل هو كان فعلا ملك فاسد ولا ملك صالح؟ ده هنعرفه حالا لما اللي قرا معايا كان احمد، صح؟ يوسف ما دخلش، نورا ما دخلتش، محمد. يلا محمد. تمام يا مس. وكيف حال الأمراء والقواد يا أبا بكر؟ لم يبقى في مصر يا مولاي إلا ذو النفوس الخبيثة الطامعة. والملك يا أبا بكر، والملك يا مولاي وراء الأستار وخلف الجدران، خبير بالجواري وألوان الشراب والترفي الترف والطرف لا يفيق إلا حين يضع يده في خزائن الدولة، يغترف منها ما يشاء لينفقه في اللهو والمجون. وقد تقترب إليه الأمراء بما يحب من الجواري ليحظوا عنده بمكانة كبيرة. وكان أحظهم عنده داود أمير الكرك، الذي أصبح الأمر الناهي في قصر العادل، الآمر الناهي. الآمر الناهي في قصر العادل، جميل، يقصى عنه المكافحين والمخلصين ليزداد تسلطا عليه. يبقى ويقصى ولا يقصي؟ يعني يبعد يبعد. يقصى عنه الناصحين والمخلصين ليزداد تسلطا عليه وتمكنا منه، حتى لم يبقى حوله أحد من ذوي الرأي والتدبير. فهذا الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ مقبوض عليه معتقلا بقلعة الجبل،
متهما بمكاتب، مكاتبة، نعم مكاتبة يعني مراسلة، مكاتبة يعني بمكاتبة، جوابات يعني. بمكاتبتك يا مولاي، وحثك على الإسراء إلى مصر وإنقاذها. طب حسنا كويس، دلوقتي ايه وضع الملك؟ كلمني عن الملك. كان فعلا صالح زي ما احنا كنا متخيلين ولا طلع فاسد؟ بس دينس. فاسد تمام. احنا هنتكلم دلوقتي عن الامراء. انا عندي امراء مقسومين نصين، نص صالحين، او نبدا بالفاسدين تمام، وجزء صالحين. تحب تتكلم عن الاثنين ولا تتكلم عن نقطه؟ حد من زمايلك يتكلم عن نقطه؟ أدينس. يلا بسم الله، قول لي ايه وضع الامراء اللي حواليه؟ يعني هو ملك فاسد، طب هل الناس اللي حواليه كانوا فسده ولا كانوا صالحين؟ ايه رايك؟ دي فاسدين تمام. كانوا بيعملوا ايه؟ طب هو الأول كان بيعمل إيه؟ زي فاسد كان إيه اللي بيعمل؟ كان بياخد من خزانة الدولة، وبيعملوا إيه بالفلوس؟ بيعمل إيه بالفلوس اللي في الخزائن دي؟ ينفقها في الله. في اللهو والملذات. طيب الأمراء اللي حواليه كانوا بيعملوا إيه؟ يحاولون التقرب منه ليحظوا عنده بمكانة عليه. تمام. بيتقربوا إليه إزاي؟ بما يحب من الجواهر. من الجواري والهدايا. جميل جدا، شكرا يا باشمهندس محمد. مين يعرف طب الأمراء الصالحين كان بيحصل فيهم إيه؟ كان بيتم بيتم إقصاء. إقصائهم. زي مين؟ الكتاب جاب لي نموذج لمين؟ فخر الدين بن شيخ الشيوخ. معايا يا شباب؟ النموذج بتاعي كان مين؟ فخر الدين بن شيخ الشيوخ. فخر ايه اللي الدين حصل؟ مش الشيوخ، ايه اللي حصل له؟ مين يعرف؟ يعني هم لقوا ان فخر الدين شيخ سجن في معتقل بقلعة الجبل. بالظبط كده. هم لقوا ان فخر الدين ده شخص ايه، صالح، وعمال ينصح الملك الكامل، فممكن العادل اسفه، فممكن ايه في وقت من الاوقات الملك العادل ينتبه اليه او ينتبه لكلامه، يفوق من ايه، من اللي هو بيعمله ده، وهو مش من مصلحتهم ان الملك العادل يفوق. هم عايزينه دايما في ايه، في السكر ولا. فايه اللي حصل؟ راحوا مين يقول لي عملوا ايه عشان يخلصوا منه؟ سجنوه. قلت اي اتهموه، لفقوا له تهمه عشان يسجنوه. ها اتهموه بمكاتبة نجم الدين الصالح. بالظبط. جميل، يلا يا عبد الله. معايا عبد الله؟ يبقى أنا الفقرة دي، مصر. تحب الفقرة دي مهمة. أنا عايزة مرة كمان نشوف عشان الفقرة دي مهمة. لما نجم الدين جاله أبو بكر قماش، ورى له أول حاجة العملة. تمام كده، أدي الدينار، أدي دينار. الدينار طلع الملك الكامل صكك عليها اسمه، يعني هو صك عملة جديدة، فطبعا شعر بالغضب. طيب هو شكله الدور شعر برضه بإيه، بالألم والحصر. طيب فنجم الدين سأل الملك أسف أبو بكر القماش عن أحوال مصر، فأبو بكر القماش حكى له. خلوا بالكم الفقرة دي واللي جاية، مين اللي بيتكلم؟ أبو بكر القماش. النقطة دي مهمة قوي، لأنه في آخر كلامه هينصح نجم الدين نصيحة، فهنا لازم اركز ان الكلام ده على لسان مين يا شباب؟ أبو بكر ابو بكر القماش. قماش. قماش عشان هو بيتاجر في القماش. فانا عندي، قال له الملك انا عندي، هو نجم الدين قال له قول لي ايه الاخبار في مصر. قال له احنا الاخبار هنقسمها على 3 حاجات. اول حاجه العامه، فرحانه بالذبايح والموكب، ما الملك الجديد بقى بتعمل له احتفالات، فمش مدركين بشيء. طيب والملك ليل نهار في سكر وايه وحياه له وعبث، ما بيفوقش من سكره إلا ليضع يده على مول الدم الدولة ويرجع تاني وينفق على سكره. طب الأمراء اللي حواليه كانوا بينصحوه؟ كانوا مقسومين نصين، أمراء فاسدين استغلوا الموقف وبدأوا يتقربوا ليه بإيه؟ بالهدايا. أدي هدايا أهي، عشان يزدادوا عنده إيه؟ مكانة، يبقى ليهم مكانة. لدرجة إن بعض الأمراء زي داوود بقى هو الأمر الحاكم، هو داوود صاحب الكهف، بقى هو الحاكم والأمر والنائب في القلعة.
هو بقى هو الملك فعليا، يعني الملك اللي بنعرف نشوفه. امال مين اللي بيحكم؟ كان داوود اللي بيحكم. طيب كان في ناس صالحين بيحاولوا يصلحوا الوضع، كان في بعض الصالحين، فالفاسدين دول كانوا خايفين من مين؟ من الصالحين. فعملوا ايه؟ كانوا بيتخلصوا منه، وعلى رأسهم كان فخر الدين من شيخ الشيوخ، لفقوا تهمه وحبسوه. طيب عيد ايه يا شباب؟ محدش يكسب اللي عيد يمس. عيد ايه يا شباب؟ تمام. مس ممكن سؤال؟ اه طب وهي مس قال ولم تزد شيئا عما بدا في وجهها من السخرية، يعني ايه؟ ما قالتش حاجة بس ظهر على وجهها، فلم تزد شيئا، ما زودتش كلام عن السخرية اللي ظهرت في وجهها وقالها. مش السخرية مس الاستهبال، يعني ما تستبيعها السخرية اللي هي أصلا بيه. استهزاء، السخرية استهزاء، أيوة فالسخرية أقصد استهزاء. استهزاء أو شعور بأن ده شيء مهان، إن أنا بهين حد، فأنا ممكن أشعر تجاهه بالإهان. يعني أنا أقول لك زي نظرة التحقير، هي السخرية زي نظرة التحقير، فاهمة؟ انا اقصد بقى هي فاتكت بص لمين بالنظره دي، او كانت للعملة، بصت، بتستسخر هي منه. شافت العملة كده فبصت على العملة بإيه؟ بسخرية، فهمت فهمت؟ فهمت. يعني مثلا ونفرض حد اداني موضوع تعبير زي الناس اللي ما كتبوش والناس كتبوه، انا عارف ان في ناس كتبوه هيتصحح النهارده باذن الله، او بالكثير او بكره الصبح. فمثلا واحد مثلا، مش انتوا تعابيركم انا بصيت عليها جميله جدا، كتب كده اي كلام، رحت بصيت له كده، بص قرف، رحت سبته، ده كده ايه؟ سخريه. انت ان بمناسبه بقى، الشيء يسكن، حبيبة وجبة ممتاز، عائشة وجبة جميل، وكان محمد وجبة جميل، فين باقي القوم؟ أين باقي القوم؟ يا مس انا امبارح هتحل في الواجب، حليت التعبير ونسيت الباقي، هحل النهارده، معلش اسف. ماشي حبيبي. طيب التعبير كده كده أنا مدية فرصة لغاية معاكم لغاية النهاردة بالليل، يعني لغاية النهاردة أنا كده كده هبدأ أصحح التعبير بكرة، فاللي عايز مس تعبير ايه؟ تعبير ايه؟ على الجروب حبيبي تعبير عن جائزة نوبل، على الجروب تبع اللي فيه. التفاصيل ايه اللي هتكتب فيه بالظبط، وايه اللي ممكن تستعين بيه في النت، مش كل حاجة هكتبها من على النت. تبع هتقولي الامتحان ايه؟ تيتشر، هو حضرتك ينفع تبعتيلي لينك المكان اللي بتبعتوا عليه الهوم ورك بقى الحاجات دي؟ طب انا هكتب نوت عشان انت طلبتي قبل كده وانا نسيت، صح؟ ايه بس بكلمها بس بقول لها على حاجة، انا هكتب نوت صغيره كده عشان افتكر ان لوجي جايده عايزه ايه جروب الويب، صح؟ يعني يا رب افتكر. يا رب انا كتبت اهو في نوت ولزقت على اللابتوب. هو هل حد يقرأ جروب مش هتبعت كل الجروبات او كل الواجبات على ايه؟ على تبعت لينك جروبات عشان هي عايزه. هو انا كتبت، بصي يا جايده عشان انا بقول التيتشرات عشان اخلي التيتشر بتاعت المادة اللي تبعت اللينك ما هو وكده، ما ما هي تبعت هي تقصد ان هم يفكروني. بصي هم بيتعاملوا مع الميس بتاعتهم انها ميس ذاكرتها ضعيفه، فهي هم عارفين يعني انا لزقت نوت على اللابتوب، بس يا رب يا رب ما انساش برضه. مش معنى كده ان انا حاطه نوت ان انا مش هنسى، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هفتكر. ليش؟ طيب بصوا يا شباب، احنا المره اللي فاتت انا كنت بدي انا بدي الفتره اللي فاتت بدي وجبات قليله عشان عندكم امتحانات، فينفع عدي وجب قليل تكون الامتحانات خلصت ما تعملش؟ يعني ما هذا؟ أرجوك يا شباب حاولوا النهاردة لازم تعملوا، اتفقنا؟ طيب يلا نكمل. هو إيه؟ التعبير ده واجب ولا كان ضمن الامتحان؟ لا ملوش علاقة بالامتحان. هو أنا مطلوبش منك حاجة غير في الامتحان يعني ولا إيه؟ لا انا بسأل بس. لا لا، حاسك مش عايز تعمله ولا مش عايز تعمله؟ لا هعمل لا مش عايز، لو تكون مش عايز تعمله قول لي، بس قول لي إنك مش عايز تعمله لا بس. لا بحب التعبير يا سامدول. يلا عبد الله ابدأ، عرفني بقى هيحكيني الجزء ده. الجزء ده رخم شوية فعايز تركيز واحنا بنقرا يا شباب. الجزء ده هيحكي لي عن مؤامرة حصلت. المؤامرة دي بصوا ركزوا معايا، مين اقترحها؟ الملك بتاعنا اللي هو العادل، وكان معاه كمان داوود. طب اتفقوا على مين؟ اتفقوا على الجواد. الجواب طب ليه؟ واتفقوا عليه وايه التفاصيل هنعرف. انا عندي ناحيه فيها داوود والعادل وناحيه فيها الجواد، فعبد الله هيقرا ويركز عشان يحكي لنا. يلا عبد. تمام. لم يعلم مولاي بخبر العادل
الجواد نائب دمشق مين يبدأ اللي من بيتكلم العهد. هنا؟ مين اللي بيحكي؟ مين اللي بيحكي؟ لسه قايله ابو أبو بكر بكر القناة، القناة. أبو هو بكر قال له بص، القناة. مش هو ساله على الاحوال، قال له كذا وحصل له كذا كذا كذا، بعدين قال له الم يعلم مولاي بخبر عادل اللي هو ايه؟ ما عرفتش اللي حصل يا مولاي، ده في اخبار خطيره حصلت. يلا يا عبد الله كده. يبدو أن العادل اتفق مع داوود صاحب الكرك على أن الكرك، يعطيه الكرك ده تمويل شيء، الكرك. الكرك على أن يعطيه دمشق، وأحب أن يحتال على الجواد لينفذ هذا الاتفاق، فبعث إليه بكتاب يعطيه فيه كتاب يعني رسالة، ماشي شباب؟ إليه بكتاب يعطيه فيه الشوبة. منطقة في القاهرة. أي اسمها الشوبة؟ وصغر الإسكندرية وكاليوب وعشر قرى من قرى الجزيرة في مقابل أن ينزل عن نيابة السلطان بدمشق، ثم يزيد في الخديعة الخديعة. فيرجوه أن الخديعة فيرجوه أن يسرع إلى قلعة الجبل بمصر ليكون بجانبه، يعمل برؤية، فهو في أمس الحادي يعمل الناس برأيي. رأيي فهو في أمس الحاجة إليه، وبما هذا أجاب الجواد يا أبي يا أبا بكر. لم ينطل ذلك ينطلي على يعني لم الجواد، ينخدع، لم ينخدع. يلا لم كمل. ينطلي ذلك على الجواد، ولقد علمت أن الجواد فكر في أن يستعين بمولاي، يستعين بي أنا، وكيف يا أبا بكر. طب يلا احكي لي ايه اللي حصل. طب فايه المؤامرة؟ طيب العادل اتفق مع أبو مع مع داوود، هما داوود، طمعانين في ايه؟ عايزين ايه من الجواب؟ هو طب اقول لك حاجه، قول لي في الفصل اللي فات لما قسموا البلاد كان الجواد بيحكم ايه؟ نفذ هذا الاتفاق فباسة ايه؟ إلى الشوبة لا في ثانيه، انا بسألك سؤال قديم قديم. صح معايا. الفصل، فاكر في الفصل بتاع المفاجأة لما عرف ان الملك الكامل توفى وكل امير خد منطقه وبقى هو الحاكم عليها؟ ايه المنطقه اللي خدها الجواد؟ إذا الناس مش ذاكرة ولا إيه؟ أحكي ياه. لو حضرتك سألت ايه معنى إيه المنطقة اللي خدها الجواد؟ إحنا عرفنا إن كل واحد خد منطقة يحكمها. قولي لي ياه حبيبة. حبيبة حبيبة، جاوب إيه المنطقة اللي خدها حاول الجواد؟ إيه؟ بس حضرتك سامعني؟ قولي تاني يا يعني بس حضرتك سامعني اصلا ولا لا؟ انا كنت سامعاكي، سامعاكي دلوقتي بقى قولي. ايه المنطقة اللي حكمها الجواد؟ اذا الناس مش مذاكره ولا ايه؟ انا مش فاكراها، بس بصي المنطقة دي انا محتاجة اسمها. مش لا النجم الدين حكمها صح؟ ولا قولي انت عايش. لا انا كنت لسه نجم هنجم. الدين، نجم الدين نجم الدين اللي دخله ثانيه بس لحظه. مش عارف، انا اتلخبطت دلوقتي، لا مو جواد اتكلم، ولا نجم الدين؟ اتكلم، ممكن اتكلم بعد اذنكم. انا دلوقتي بس كتير هي مش دمشق، ايوه. مين اللي قال دمشق دي؟ صح، مين؟ جايزة جايده. ينفع كده ايه البنت ما حضرتش الحصه هي اللي تجاوب؟ انتوا لا، يلا اقفلوا وادخلوا يا تاني مستر؟ فورا فورا وتدخلوا. يلا
مس في أول سطر مكتوب دمشق، ما انا في أول شايفه، سطر. انا شايفه والله، انا شايفه. انا قلت يلا خد خد تاني فورا يا شباب.